بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. أخذنا حكم التبتل. أولا، ما هو التبتل؟ ما معنى التبتل؟ من يقول؟ حيدر. الاختصاء. والاختصاء حرام، أن يختصي الإنسان، أن يرض الخصيتين حتى تذهب شهوته، وأن النبي نهى الصحابة عن ذلك، نهاهم عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العاجز عن القيام بشؤون النكاح، ما حكم الزواج؟ لا، عاجز، ما عنده قدرة. أنس، حرام. لماذا؟ عاجز وفيه إضرار للمرأة، والله جل وعلا قال: ولا تضاروهن، وقال: وعاشروهن بالمعروف. فالذي لا يستطيع يحرم عليه الزواج، وعرفنا بأن الزواج يجري على الأحكام الخمسة. ما هي الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة؟ موسى، الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة ما هي؟ فصوتك. طيب، أنت إذا أردت أن تخطب زوجة، ما هي المواصفات؟ أعد. ما هي أضاحي؟ طيب، لكن أن تكون ماذا؟ بكرا، جميلة، هكذا، ذات دين وعفاف وخلق، يعني هذه الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة. ما هو الدليل على ذلك؟ هنا قال الشوكاني: وينبغي أن تكون المرأة ودودا. ما معنى أن تكون ودودا نوح؟ أي أن تكون متحببة إلى زوجها. والودود تتم مصلحة البيت، والولود تكون مصلحة الدين. فإذا كانت ولودا ودودا فقد جمع بين خيرين. هنا ذكر فائدة بأن ود المرأة لزوجها دليل على ماذا؟ فيصل، ود المرأة لزوجها دليل على ماذا؟ لا، دليل على صحة مزاجها، يعني بمعنى عاقلة، ما هي مجنونة. الآن بعض النساء تراها ربما يعني ما عندها استقامة في مزاجها، إما غضوبة وإلى ما لا نهاية أو العكس. فهنا هذا يدل على صحة مزاجها وقوة طبيعتها. أقرأنا
يعني وينبغي أن تكون المرأة ودودا. طيب، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وينبغي أن تكون المرأة ودودا، لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية. قرأنا إيه، وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية. الملية الشريعة أو الدين، ملة، قال ملة. قال: وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوة طبيعتها، مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره، باعث على تجملها بالامتشاط وغير ذلك، وفيه تحصين فرجه ونظره. نعم، تكون ودودا أي محبة لزوجها. قال الله في الحور العين: عربا أترابا، يعني العرب أو العروب هي المتوددة والمتحببة إلى زوجها. قال: ولودا أي ينبغي أن تكون المرأة ولودا ليست بعقيم، لحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سبل عند حديث معقل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. يعني ودودا لزوجها وولودا أي كثيرة الأولاد. طيب، سؤال: كيف نعرف الولود وهي ما زالت بكرا؟ النبي قال: تزوجوا الودود الولود، كيف تعرف أنها ولود؟ المحويتي: نعم، ينظر إلى قريباتها والنساء، اللهم بارك. نعم، هذه الأسرة مشهورة بالولادة، فينظر إلى قريباتها. قال رحمه الله: وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمر، وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري، وقد وثق وفيه ضعف. وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. قال الصنعاني: والمرأة الولود كثيرة الولادة، ويعرف ذلك في البكر بحال قريباتها، بحال القريبات، والودود المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها. أتى بمعنى جيد، يعني هنا الودود يعني امرأة خيرة، امرأة خيرة تعمل الخيرات والصالحات، وعندها يعني أخلاق حسنة، ومن ذلك أيضا أن تكون متحببة إلى زوجها. قال: والمكاثرة المفاخرة، وفيه جوازها في الدار الآخرة. ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه أكثر، لأنه له مثل أجر من اتبعه. في ليلة الإسراء لما تجاوز النبي من موسى بكى، فلما قيل له قال: يدخل من أمتي هذا الغلام
أكثر الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هنا يعني فيه مفاخرة، فيه مفاخرة. قال رحمه الله تعالى: بكرا، أي أن تكون المرأة بكرا، والبكر هي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى، التي لم توطأ، التي أنجبت ولد أو ولدين، هل يقال لها بكر؟ هل يقال لها بكر؟ أبو عمر، ثيب، البكر ذكرت في القرآن هكذا، ثيبات وأبكارا، فقدم الثيبات على الأبكار. الله جل وعلا قدم ما يؤخره الناس وأخر ما يقدمه الناس هكذا، قال الله ثيبات وأبكارا. طيب في موطن آخر من يذكر؟ ومن ذكر فلله أبوه. ما هي أبكارا؟ نريد الأبكار. من يقول؟ فارس؟ نعم، لا فارض ولا بكر، يعني التي هي البقرة. نعم، وجد من يقول بأنها من ولدت واحدا أو اثنين هي بكر. القاموس، انظر القاموس في البكر. قال: لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك فيها أيضا وتضاحكها وتضاحكك؟ طيب لفظة وتعضها وتعضك، من يذكر ما حال هذه الرواية؟ وتعضها وتعضك، صلاح، ضعيفة، دارس، من في سندها؟ داود ابن الزبرقان. فهذه اللفظة في الحديث ما ثبتت، الذي ثبت تضاحكها تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. أما فهلا بكرا تعضها وتعضك، قال الشيخ ضعيف، قال الشيخ الألباني ضعيف. أخرجه الآجري من طريق داود بن الزبرقان، والحديث عن كعب بن مالك، فالحديث ضعيف. نعم، ولا يفهمن فاهم، بعضهم قد يأتي لمثل هذا الحديث وتعضها وتعضك، وربما تحرفت عليه الآية فطابقت الحديث. قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن في المضاجع، قبلها فعظوهن، يأتي يقرأها فعظوهن، مع هذا الحديث تعضها وتعضك اكتمل معه المعنى، وكلما حصل منها شيء كشر عن يابه وقام يعض. يقال: ما ثبت، هذا فهم خاطئ. فمعنى هذا، ومن قرأ هذا الحديث يفهم عض ملاعبة، ما هو عض انتقام. نعم، فينتبه. ولهذا بعضهم الآية فعظوهن قرأها فعظوهن، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذا التحريف لكلام الله، وهو يعظه من الموعظة، من الموعظة. فهذا الحديث ضعيف، في الضعيفة في المجلد الرابع برقم نعم أو صفحة 133 للشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
هنا في القاموس قال: والبكر بالكسر العذراء، جمعها أبكار، والمصدر البكارة بالفتح، والمرأة والناقة إذا ولدتا بطنا واحدا، وأول كل شيء وكل فعلة لم يتقدمها مثلها، وبقرة لم تحمل، أو الفتية والسحابة الغزيرة، وأول ولد الأبوين، والكرم حمل أول مرة، والضربة البكر. يعني هنا قال: والمرأة والناقة إذا ولدتا بطنا، لكن الذي يظهر البكور، أي أول النتاج، أول النتاج من هذا، والله أعلم. قال رحمه الله: فهل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ جابر، لماذا لم يتزوج بكرا؟ لأن له أخوات، فكره أن يتزوج مثلهن، وإنما جاء بامرأة أكبر وعندها خبرة تقوم عليهن وتمشط شعورهن، فقدم مصلحة أخواته على مصلحته. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج ثيبا، لا، البخاري بوب باب نكاح الثيبات، ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة، والله جل وعلا قدم الثيبات على الأبكار في سورة التحريم، ثيبات وأبكارا. لكن لو وجدت امرأة بكر عندها صلاح وتقوى وخير، وثيب مثلها، فتقدم البكر، تقدم البكر. والبخاري بوب باب نكاح الأبكار، استدل بحديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نزلت واديا وهناك يعني شجر لم يؤكل منها، وشجر أكل منها، في أيها كنت ترعى، يعني جملك أو بهذا المعنى؟ قال: في التي لم يعني ترعى، أو بهذا المعنى، تقصد بأنه لم يتزوج بكرا إلا هي رضي الله عنها. قال: بكرا ذات جمال، يعني أن تكون ودودا ولودا، بكرا ذات جمال وحسب ودين. الآن ترى أن بعض الناس يقول: أنا أريد امرأة صالحة، وجدت امرأة صالحة يعني عندها خير وصلاح واستقامة، لكن الجمال ما يكون بذلك القدر، فتراه غير الرأي. قل: أنا أريد امرأة جميلة، فإن وجدت فاسأل بعد الجمال عن الدين، اسأل عن الدين. الآن بعض الناس ربما نعم عنده انحراف، وربما ملل يعني فترة ثم يعني تركها. فالشوكاني يقول: أن تكون المرأة ذات جمال. قال: فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال، وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة، لكن ينتبه أن يقدم الجمال على حساب الدين. امرأة فاجرة فاسقة ربما كافرة يعني غير كتابية، ويقدمها بسبب جمالها، لا. قال الله: ولأمة، نعم الآية، قال الله جل وعلا: نعم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فيقدم الإيمان، لكن إذا تعارض الجمال مع الدين لا خير في الجمال،
وإنما إن وجد هذا مع هذا فخير إلى خير. قال: والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة. نعم، تكون شابة أخ أعزب وتعرض عليه امرأة في التسعين من عمرها، يعني هذا ظلم، وهو ليس عن رغبة، لكن لو تقدم لا حرج. البخاري بوب باب نكاح الكبار من الصغار والصغار من الكبار، لكن من أجل أن يعني يودف بصاحبنا مسكين وهو يبحث عن زوجة فجيء له إلى امرأة كبيرة في السن، والله هذا ما يصلح، هذا من الغش. وترى الآن الغش في باب النساء والرجال كالغش في باب السلع، هكذا ترى أحيانا ربما يأتي رجل شائب ويصبغ، أو امرأة تغطي لون جلدها بهذه الأصباغ فيراها، ثم إذا دخلت وغسلت قال: لا هو أنت، لا ما هو أنت. وأنا رأيت امرأة غير هذه الموجودة، أنا ما يجوز، هذا غش. اليمانيون يقولون زنجبيل بغباره، وهذا هو الصحيح. وكان بعض السلف ينهى بعض أولاده أن يتزين عند خطبة المرأة، لا، اظهر على حقيقتك وعلى يعني ويعني وضعك، وهكذا المرأة، وهكذا المرأة، فيحصل غش إلا من رحم الله جل وعلا، وخاصة إذا كان العيب مخفيا، عيب في الأسنان ما عندها ولا سن مثلا، أو عرجاء جاء نظر إليها وهي جالسة، جاء من مكان بعيد، أو جاء وأروه امرأة غير التي يريد، رأى امرأة وزوجه بأخرى، هذا كذب، هذا غش. ذكرت لكم أن رجلا جاء إلى الشيخ ابن عثيمين وهو مهموم، خطب امرأة، فلما جاءت إليه ما عندها ولا سن، هذا عيب، فالشيخ أراد أن يداعبه وأن يخفف ما في نفسه، قال: هذه حلوة، يعني لو تشاكلت وتضاربت معها ما تستطيع أن تعضك. فينتبه، باب الغش أو الغش كبير وكبير في هذه الأبواب. قال: ذات جمال، والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة. نعم، يعني الناس جبلتهم وطبيعتهم أنهم يحبون الجمال، يحبون الجمال. وسيأتي معنا: تنكح المرأة لأربع، سيأتي إن شاء الله. قال: وحسب، ذات جمال وحسب، يعني مفاخر آباء، وحسب يعني مفاخر آباء المرأة، فإن التزوج في الأشراف شرف وجاه. وصاحبنا الشارح رحمه الله تزوج بملكة، ملكة بوهبال الهندية، هذا زوجها في هذه الفترة، ولكنه أعين، سبحان الله، ترى أتى إلى اليمن وأخذ جملة من المخطوطات وأعانته هذه الملكة رحمها الله ورحمه الله، وأشارت عليه أن يؤلف كتابا في أحكام النساء، فأجابها وألف كتابا سماه يعني حسن الأسوة فيما ورد عن الله ورسوله في النسوة. نعم، كتاب ضخم جيد، نعم، من أحسن الكتب في بابه، فرحمه الله. قال رحمه الله: ودين، أي عفة عن المعاصي وبعدها عن الريب، وتقربها
وتقربها إلى بارئها بالطاعات. والدين مقصد من تهذب بالفطرة، فأحب أن تعاونه امرأته في دينه، ورغب في صحبة أهل الخير. نعم، إذن دين، والدين رأس الأمر، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. نعم، تكون المرأة عندها دين، دينها يحملها على كل خير. قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب لما حفظ الله، يعني عندها خوف من الله جل وعلا، تراقب الله جل وعلا. وهكذا إن قل الدين ووجد الحسب فحسبها يمنعها، تقول بنت فلان ويعني أخت فلان، فيعني تترفع عن بعض الأشياء التي تخل. قال رحمه الله: ومال، أي أن تكون، طيب أين توجد هذه الأوصاف؟ يعني أن تكون ولودا، ودودا، بكرا، ذات جمال، وحسب، ودين، ومال. إذا وجدت هذا فهذا خير امرأة. وكما قال البيحاني رحمه الله: يا ليت شعري أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الزرقاء. لا أظن هذا نادر جدا، أحيانا يوجد جانب ولا يوجد جانب آخر، لكن أهم شيء هو الدين. يعني كما قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. قال: بأن يرغب في المال ويرجى مواساة، نعم يعني يرجى مواساتها مع في مالها، وأن يكون أولاده أغنياء لما يجدون من قبل أمهم إن كانت عاقلة، أما إن كان لها مال بلا عقل فهي كل يوم تمن وتزن على زوجها: أنا أعطيتك ولولا أنا وأنت كذا. فهذا يعني ربما ينغص ويكدر عليه، ينغص ويكدر عليه. قال رحمه الله تعالى: والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم. الناس لهم يعني مقاصد، والنفوس لها أشياء لا يعلمها إلا الله، المظاهر والمال. لهذا بعض الناس ربما يتزوج امرأة كبيرة في السن، انظروا إلى الذين يذهبون إلى بلاد الكفار طلبا للتابعية أو الجنسية، ربما تزوج له امرأة عجوزا. طيب ما المقصد؟ هو لا يريدها، يريد أن يحتصل على هذه الجنسية. قال: ووجه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها. هذا إخبار عن أحوال الناس، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. المال معروف، الحسب يعني كان أهل الجاهلية ربما تفاخروا، فتقول هذه القبيلة أحسب وأفضل من هذه القبيلة، فيستخدمون الحساب العد، فمن زاد في المناقب يعني رفعوه، ومن كان دونهم، ولهذا يسمى الحسب لأنهم يحسبون المناقب. ولجمالها، ومن نكح المرأة لمالها ربما يفتن، أو لحسبها ربما يذل، أو لجمالها ربما يدخل في متاهات، لكن الدين. وفي صحيح مسلم وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. قال في الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء اللاتي ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه أن صالح نساء قريش هن خير النساء، هن خير النساء، والسبب أحناه على ولد في صغره أي ترحمه، وأرعاه على زوج في ذات يده أي لا تبذر ماله، لا تبذر ماله. قال وبين، طيب هنا هذا الحديث لكنه ضعيف في الترغيب، في ضعيف الترغيب والترهيب، عن أنس: من تزوج المرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناء، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصل فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك له فيه. والحديث: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، أن يوقعهن في الهلاك. نعم نعم. النبي لما بايع القرشيات قالت هند بنت عتبة لما قرأ النبي الآية ولا يزنين قالت: أو تزني الحرة؟ تترفع. لكن الحديث فيه ضعف. نعم، أخرجه ذكر ابن كثير عند سورة الممتحنة، ننظر من في سنة ابن إسحاق وغيره. قال ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء، خرماء سوداء ذات دين أفضل. أنا أحتاج إلى أن ننظر، ومن سينظر لنا؟ الإمام أحمد ذكروا في ترجمته، لكن هل صح أنه تزوج امرأة عورة؟ الإمام أحمد بن حنبل تزوج امرأة عورة وكان يظهر الود والحب رحمه الله، فبعد 7 سنين قال أو يعني قالت له: هل أنكرت شيئا؟ قال: لا، إلا أنه أنكر عليها صوت نعلها، أو بهذا المعنى صوت نعلها. فنعم، هذا من ورعه رحمه الله تعالى، يحتاج أن ينظر هل صح. وذكروه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هذا الحديث أو تزني امرأة حرة، قال ابن كثير: هذا حديث أو أثر غريب، نعم، في سنده العوفي، في سنده عطية العوفي. وصلنا، ها؟ نعم، أقول غدا من هنا إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله.